بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، نظمت اللجنة الأولمبية البحرينية حفل استقبال مميز للوفود المشاركة في أولمبياد باريس 2024. قد حضر الحفل عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المجال الرياضي، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول المشاركة في الألعاب الأولمبية. هذا وقد أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته باستقبال الضيوف من كافة اللجان الأولمبية والمنظمات الرياضية الدولية، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس حرص البحرين على تعزيز الروابط والعلاقات بين الدول الشقيقة والصديقة. قال سموه إن استضافة الوفود المشاركة في أولمبياد باريس 2024 هو شرف كبير، متمنيا لجميع الرياضيين التوفيق والنجاح في منافساتهم، معربا سموه عن فخره بالمشاركة البحرينية والسعي الدائم لتقديم الأفضل ورفع علم المملكة عاليا في المحافل الدولية. أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أن البحرين تسعى دائما لدعم الحركة الرياضية وتوفير كل ما يلزم للرياضيين لتحقيق أفضل النتائج، كما شدد سموه على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات مع الدول المشاركة، متمنيا لجميع الدول بمشاركة ناجحة في الأولمبياد وتحقيق نتائج مشرفة تليق ببلدانهم. هذا وقد ألقى السيد فارس مصطفى الكهجي كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بتحقيق الميدالية الذهبية الأولى للمملكة في أولمبياد باريس 2025 عن طريق العداء وينفرد يافي، مشيرا بأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، ومتابعة سمو النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.